خلينا نروح نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه كالعاده، ومعانا مراسلتنا هنا ابو القاسم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بونجور عليكي، صباح الهنا. حلوه هنا، صباح الهنا. يا محسن الصدى والله حلوه، يا محسن الصدى. سامعينك اتفضلي. يا صباح النصر والفخر عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما نبدأ بقى فقرة أخبارنا النهاردة، الحقيقة عايز أعبر عن فخري الشديد لانتمائي لهذا الكيان العظيم اللي دايما مشرفنا في المحافل العالمية والدولية. والحقيقة بقى أن سلوجنز أو شعارات النادي الأهلي أنه أعظم نادي في الكون وأن الأهلي ما يعرفش المستحيل، ده بيكون بالمواقف وبرجال النادي الأهلي اللي دايما الحقيقة بيثبتوا أن هم على قدر كبير من الثقة وأن هم رجال المواقف الصعبة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وخلينا نقول بقى ان احنا بنتمنى ان البطوله دي تكون بطوله مميزه ونقدر نحقق ميداليه جديده في بطوله كاس العالم للانديه ونتاهل للفاينل ونحصل بقى على المركز الاول او الثاني. والحقيقه ان ده يعني مطلب جماهيري عند كل جماهير النادي الاهلي. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. خلينا بقى دلوقتي نبدا اخبارنا النهارده، والبدايه مع رجال الماسترز، رجال كره الطايره اللي بيستعدوا بشكل قوي جدا للفتره القادمه. هيكون عندهم مباريات مهمة في أكتر من بطولة، سواء كأس السوبر المصري، البطولة العربية، وكمان مرحلة البلاي أوفس من الدوري. أول مواجهة اليوم هتكون يوم الأربعاء القادم 8 فبراير، هتكون أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة كأس السوبر. كمان يوم 9 فبراير هيكون عندهم مواجهتهم الثانية في كأس السوبر أمام فريق طلائع الجيش، و11 فبراير هتكون مواجهتهم الثالثة في كأس السوبر أمام الزمالك. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان الحقيقة امبارح كان تم الإعلان عن مجموعة النادي الأهلي في البطولة العربية واللي هتقام هنا باستاد القاهرة في مصر. طبعا يعني رجال النادي الأهلي مركزين بشكل قوي جدا على جميع المباريات. خليني أقول لكم أنه النادي الأهلي بيقع في المجموعة الرابعة بجانب النصر البحريني، قزمة الكويتي، والميناء اليمني. منافسات البطولة هتكون من يوم 18 فبراير حتى 3 مارس. طبعا بنتمنى لرجال الأهلي كل التوفيق. خليني بقى أقول لكم كمان بالتحديد مواعيد مباريات النادي الأهلي. يوم 20 فبراير هيكون مع النصر البحريني، يوم 21 فبراير هيكون مع قزمة الكويتي، ويوم 23 فبراير هيكون مع الميناء اليمني. ويمكن كمان البطولة دي هتكون مميزة انها بتقام هنا في مصر، هيكون بقى في دعم من الجماهير. ان شاء الله كل الجماهير الاهلاوية تدعم رجال الماسترز، رجال كرة الطايرة بالنادي الاهلي. كمان رجال النادي الاهلي امبارح كان تم الاعلان عن هيواجهوا مين في مرحلة البلاي اوفس من بطولة الدوري. هيواجهوا نادي الطيران، هيكون في شهر مارس. يعني الحقيقة هم عندهم مباريات مهمة جدا زي ما قلت في المرحلة القادمة، لكن طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال الماسترز، رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي. واستكمالا الحديث عن كرة الطايرة، خلونا بقى نروح دلوقتي لسيدات كرة الطايرة اللي أيضا بيستعدوا بشكل قوي جدا لعودة المنافسات في المرحلة القادمة. أول مباراتين اليوم هيكونوا يوم 16 و 17 فبراير، هيكونوا سامي فاينلز بطولة الدوري. هيواجهوا يوم 16 الشمس في نادي الاتحاد السكندري، ويوم 17 سموحة أيضا في نادي الاتحاد السكندري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد بيواصلوا استعداداتهم للمرحلة القادمة وعودة بطولة الدوري مرة أخرى. يعني طبعا زي ما احنا عارفين كان في فترة توقف طويلة كانت بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العالم، لكن خلاص بقى هتعود المنافسات مرة أخرى. رجال كرة اليد أول مباراة اليوم هتكون يوم الخميس القادم أمام سموحة. يعني طبعا هتكون مباراة مش سهلة، أكيد سموحة خصم قوي، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي إن هما بقى إن شاء الله هيرجعوا للفرق مرة أخرى بسرعة ولأجواء المباريات ويقدروا يفوزوا في مباراة سموحة. أما عن سيدات كرة اليد فأيضا بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة، هتكون أمام فريق هليوبلس يوم الجمعة القادم في الدور الثاني من بطولة الدوري. سيدات كرة اليد ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، بيحققوا الحقيقة سلسلة من الانتصارات. آخر مواجهة ليهم كانت أمام فريق الشمس وقدروا ينهوها لصالحهم بنتيجة 22-21. يعني طبعا زي ما احنا عارفين هي كانت مباراة قوية جدا، الشمس خصم قوي لسيدات كرة اليد، لكن سيدات كرة اليد بروح النادي الأهلي والروح القتالية قدروا يحسموا المباراة لصالحهم. وما إننا بقى بنتكلم عن سيدات كرة اليد، الحقيقة حابة أقول لكابيتانو نصر عيد عبد الملك ألف سلام عليها طبعا بعد تعرضها لإصابة في مباراة الشمس. إن شاء الله بقى يعني ترجع بقوة وتدعم صفوف الفريق مرة أخرى في أقرب وقت.
اخيرا بقى خلونا نروح للعبه الكاراتيه وناشئات الاهلي بيتوجوا ببطوله الدوري الممتاز للكوميتيه، دي طبعا المره ال 14 في تاريخهم، يعني يمكن السنه اللي فاتت ما قدروش يحققوا البطوله دي لكن السنه دي بقى قدروا يحققوها وترجع مره اخرى للجزيره. طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز الكاراتيه. البطوله كانت بتقام باستاد القاهره، وكمان خليني اقول لكم ان الاسبوع القادم هتكون نهائيات فريق الشباب للكاراتيه، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله بقى كمان يقدروا يحققوا البطوله. يعني دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي النهارده معاكم، طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. يعني تغطيه كالعاده منك يا هنا رائعه جدا، نشكرك عليها انا وكريم، شكرا ليكي.